أهلا بكم في النشرة الرياضية. نالت مملكة البحرين ثقة الاتحاد الدولي لكرة السلة لاستضافة إحدى الجولات العالمية لكرة السلة 3-on-3 والتي ستقام في شهر نوفمبر من العام الجاري تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تفاؤل وبهجة بمرفأ البحرين المالي في حفل تدشين استضافة مملكة البحرين للجولة العالمية 3-on-3 لكرة السلة، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. هذه البطولة العالمية التي ستقام بشهر نوفمبر المقبل لأول مرة على أرض المملكة. كل الشكر لسمو الشيخ خالد بن حمد على حضور الفعالية اليوم. الحمد لله اليوم كان عندنا حفل التدشين لجولة 3-on-3 العالمية. الحمد لله هذه البطولة أول مرة راح تقام على أرض مملكة البحرين. بالعكس احنا متوقعين أن البطولة راح تكون بطولة متميزة، ويعني ما شاء الله الحضور والإقبال كبير على هذه البطولة. ولعبة كرة السلة 3-on-3 تطورت على السنوات الأخيرة، أصبحت لعبة أولمبية ولها اهتمام ولها شعبية كبيرة. هي أول مرة تقام فعالية تحت الاتحاد الدولي 3x3. طبعا لعبة كرة السلة يمكن لها أقوى جمهور في مملكة البحرين، فصراحة متفائلين أن نستضيف هاي البطولة. تعاون ثلاثي بين اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة لتنظيم الجولة العالمية 3-on-3 التي تكتسب شعبية وأهمية كبيرة على المستوى العالمي، لتوفر فرصة مثالية لعشاق اللعبة لمتابعة نجوم كرة السلة العالمية، والتي ستعزز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية. تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، واستمراراً لتطبيق برنامج صناعة الأبطال، ابتعثت اللجنة الأولمبية البحرينية السباح سعود صلاح غالي إلى جامعة هنغاريا للعلوم الرياضية لدراسة البكالوريوس، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة. وكان السيد فارس الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية قد استقبل كل من المستشار الدكتور محمد مجبل رئيس الاتحاد البحريني للسباحة، والأمين العام للاتحاد أحمد عبد الغفار، واللاعب سعود صلاح غالي قبل مغادرته إلى هنغاريا لبدء برنامج الابتعاث الرياضي والدراسي. بحضور سعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، اختتم الاتحاد البحريني للسيارات فعاليات المعسكر الصيفي والذي أقامه على مدى 6 أسابيع بحلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. وقد شهد حفل الختام تكريم الرعاة الرسميين للمعسكر الصيفي إلى جانب تكريم المنظمين والمشاركين والفائزين في سباق الكارتينج. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط الاتحاد البحريني للسيارات لتنمية الشباب البحريني. غادر منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد إلى جمهورية المجر لإقامة معسكره التدريبي استعداداً لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية والتي ستنطلق نهاية الشهر الجاري. ويطمح منتخبنا الوطني لتحقيق الميدالية الذهبية لأول مرة في هذه المشاركة بعد خسارته للمباراة النهائية في النسخة الماضية وحلوله في المركز الثاني، كما ويستعد الأحمر أيضا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة. وقد أسفرت قرعة التصفيات عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران، الكويت، أوزبكستان، اليابان وكازاخستان.